داري يطلب 19/1/2013 13 اليوم عم تصدح لك طفلة نجت من الموت سحبت من تحت الأنقاض بعد 11 ساعة من الحصار دارية 19/1/2013 أعطيت جوالي أنا لأبناء قلت لك واحد الشاشة تقلت من الأخيرة بس لأنه كيف يوم أعطيت جوالي تقول إياه عمو أخي من الأخيرة أسناني إيدن ما بأس فيش أتفجع عمو حاولت تطلع عمو من شو اسمه حاولت تطلع من الأبو نحن كنا ساكنين حد مش في الوطن. قال إنه الأمن عم يتقدم لازم نروح. يعني ما بابنا ما جه باب المشبه. قلنا باب تاني. قام طلعنا رحنا عند دار خالته. دار خالته ساكنين بالأبو. قعدنا هناك. بعدين كنا إنه بدنا نطلع أول شيء على الطيبة. بعدين على كواكب. آي فنان على غبا غيب بعدين بعد ما كان الله يريد لنا قلنا انه بدنا نرجع على دار كان دار جدا مستأجرين دار قبل ما نقل على الدار الوطني كانوا مستأجرين دار قلنا بنروح عليها بعدين كمان ما روحنا قلنا بالابو امن قالوا لنا انه البناية هاي جت الابو يعني مو هاي مو ثابتة منيح ومن بعدين ضلينا صار كل يوم من ثلاث ايام زتوا صواريخ قراب علينا مات جارنا دار النبهان اسمه سامر وطيبت كنتو وابنه بعدين طلعت الميج زتت قريب وسمع علينا هروا البناني وشات الأبو بعدين طلعت لسه كنا عم نتخبى طلعت نط ضربت هون على البناي برميل بعدين أنا دغرة شفت شي هيك أحمر نار شاعلي بعدين لقيت الدنيا كلها ظلام بعدين ما عدت عرفت شي بعد الوقت انت شلون كنت عم تتنفسي؟ بصعوبة شوي هلا كلهم بالأبو ما حدا نفد منهم؟ لا بس انا وماما ما كان حدا عم يصرخ دوره ماتوا كم شخص كنتوا 30 على السلامة شو 30 شخص اللي ماتوا فيهم ولاد صغار كم ولد صغير فيهم شهر 14 ولد قديش اعمارهم اكبر واحد 11 هلا واحد 11 عندك اخوات بيناتهم ماتوا ثلاث اخوات واحد عمره 11 تاني عمرة ودي عمو سعيدة تاني عمو سعيد تاني بعد عمرة 11 التاني تاني عمرة 9 سنين والثالثة سنتين ونص شو اسمك انت شو اسمك براءة يلا هاتش شو يا براءة